صباح الورد مشاهدينا. طبعا اليوم موضوعنا وايد مهم ويهم الكثير من الرجال والنساء، ولكن النساء اكثر، اللي هي السمنه. السمنه سبب طبعا رئيسي الخامس للمخاطر الصحيه العالميه، تسجل 2.8 مليون حاله وفاه سنويا في العالم بسبب السمنه. ونتكلم اكثر عن هذا الموضوع مع سميه الابراهيم، اختصاصيه تغذيه علاجيه. موضوعنا اليوم حرر نفسك من السمنه. صباحك ورد وحياك الله واهلا وسهلا فيك. حياك الله ورود، تسلمين، يسعد صباحك. يمكن مثل ما قلت الموضوع حرر نفسك من السمنه. نعم. معناها يعني اللي يسمع العنوان يقول ان السمنه عباره عن قيد، هو فعلا عباره. نعم. عن قيد كبير تقيد الواحد من انه يمارس حياته بشكل صحيح. طبيعي. سمية، ايش رايك نشوف التقرير؟ عندنا فيديو توعوي لاضرار السمنه، نشوفه وطبعا راح نرجع ان شاء الله ونبتدي حديثنا مع سمية. مشاهدينا، شفنا الفيديو المؤثر للامانه والتوعوي مع بعض، ونبي تعليقك استاذه سمية. ورود، هذا الفيديو سويته شركه المانيه، هي شركه اللي خلينا نقول مثل جمعيه نفس ما عندنا احنا بالكويت، سيف كول ولولو هايبر وبركه سلطان وغيرها، فهم نفس كذي شركه تغذيه مثل جمعيه، خلينا نقول سوبر ماركت، اسمها اديكا. نزلت الاعلان هذا مؤخرا وصار مشاهدته خلال 48 ساعه اكثر من 8 مليون مشاهد. قصتها يمكن مثل ما شافوا المشاهدين ان طفل عايش في خلينا نقول مدينه كلهم يعانون من السمنه المفرطه بما فيهم الطفل. نعم. هذا، وكان يبين الفيديو انه قاعد ياكلون شيء ما ادري شنو هو، رمادي مثل بيس او مثل عين، دليل انه هو الاكل الغير صحي او الجانك او الفاست فود، الاشياء يعني اللي هي بس تزيد الوزن بدون اي فائده. نعم. تذكر فلما شاف الطير يعني حب فكره انه هو يطير، فكان قاعد يحاول كذا طريقه انه هو يطير نفسه، لكن سمنته كانت تمنعه، لين انه هو طاح على الطير هذا، شاف انه هو ياكل البيريز او التوت، فراح انه هو قال شكله الحل ان انا اكل نفس الطير هذا. نعم. واكل توت، وكان يعني تم فكره الفيديو انه هو قاعد ياكل نفس الشخص اللي يحبه، وكان التعليق او الاسم اللي سموه في الفيديو او الهدف eat like the one you want to be، او اكل نفس الشخص اللي انت تبي تكون نفسه، وانه بعد ما اكل نفس الطير نزل وزنه وقدر انه هو يطير. طبعا الفيديو جت له وايد تعليقات ايجابيه. نعم. من المجتمع، لكن هم كان في تعليقات سلبيه انه مو كل الناس سبب زياده الوزن عندهم هو الاكل، وهذه معلومه صحيحه. صحيح. ان في ناس تعاني من الامراض حتى لو ان اتبعوا اي نظام غذائي، مو بالضروره انهم ينزلون وزنهم، وبالتالي يلجؤون الى جراحات السمنه مثل. نعم. تكميم تحويل المسار. نعم. وغيرها. اليوم موضوعنا عن حرر نفسك من السمنه. طبعاً. نفس ما الطفل هذا حرر نفسه. قلتي عندك خمس نقاط اليوم. بالضبط، وفي خمس نقاط اهم النقاط علشان الإنسان أو الشخص يحرر نفسه من السمنة. طبعاً إحنا نطالبك في حلقات أخرى حق الناس اللي مثلاً مثل ما ذكرتي يعانون من أمراض معينة أو أمور معينة، لكن اليوم هالخمس نقاط هذه اللي ممكن تفيد الأغلبية. فالخمس نقاط باختصار، النقطة الأولى وهي الأهم، ويمكن قبل شوي المعد تكلم عنها، اللي هي نقطة العزيمة والإصرار، الإرادة. فالإرادة، فبدون وجود الإرادة المغريات كثيرة، وايد كثيره. صح. خاصه ان احنا نعيش في دوله المطاعم هي اللي غالبه عليها، غير بيوتنا بعد. بالضبط، فاحنا حتى لو بنطلع مثلا ضايق خلقنا بنطلع الا ما نروح مكان فيه اكل. صح. فدائما يا كافيه يا مطعم او حتى لو قعدات البيوت لازم يكون فيها اكل. واختياراتنا، بالضبط، اختياراتنا غالبا ما تكون عاليه بالسعرات الحراريه، فالمغريات كثيره بلا شك. لكن لما الواحد يكون عنده هدف نفس ما الفيديو هذا، هو يبي يطير، خلاص شنو انا بسوي؟ المهم ان انا اقدر اسوي للجناح وان اطير فيه. نعم. فاذا وجود الهدف هذا متمكن انت يعني تمكن منك، وفعلا انت عايشه ومتخيل نفسك ان انت تقدر تطير، او انت تقدرين تلبسين القياس الفلاني، او انت تقدر مثلا تلعب في العاب وايد. انا اذكر واحد من اخواني لما كنا مسافرين كان بيلعب لعبه اللي هو الباراشوت او الطائره الشراعيه، فلما شافوا وزنه ما سمحوا له، هو ما هو سمين لكن عنده شويه زياده بالوزن، فهذه الاشياء ممكن هي اللي تعطيك الحافز او تعطيك اللي هو نقطه التغيير في حياتك. فوجود العزيمه، الاشياء، في اشياء وايد مهمه تساعد في ان الواحد يزيد من عزيمته
في الوجود، الاصدقاء، تسوي فولو حق اكونتات بالانستغرام، ان هي تشوف الناس شلون قاعد تسوي طبخاتها وشلون قاعد تسوي اللي هو وجود الساعات هذا الحين اللي هابين فيها، ايش كثر انت حركت وايش كثر مشيت والامور هذه. فاول شيء وجود العزيمه، ثاني شغله وجود هدف طويل الامد. مثل ما قلنا انا كم وزني ابي يصير بعد ثلاث اشهر او بعد سنه، ما يكون الاهداف يعني التخطيط والاهداف ترتيب الامور لفتره طويله. ايضا التخلص من الاكل المصنع كخطوه جدا مهمه، يعني مو بالضروري ان انت تقلل من اكلك بشكل كبير مره واحده، لكن مهم ان انت تتخلص من الاكل المصنع، المشروبات الغازيه، الوجبات السريعه، الاشياء الملونه، اللحوم المعالجه. احنا طبعا هنا عندنا ما شاء الله، يعني انت هنا مو مقصره، جابت لنا فرايتي وتنويع بالاكل بالضبط. بديل اللي قلتي الاكل المصنع وغيره، ممكن تذكرينه؟ فني احنا على النقطه هذه اللي هو الوجبات الخفيفه. الوجبات الخفيفه قد تكون السبب الرئيسي في زياده الوزن، فعندنا احنا اليوم بعض الافكار الناس ممكن تاخذها في ان شلون ممكن يتسلون بموضوع الوجبات الخفيفه القليله بالسعرات الحراريه. فاول شيء اللي هو ممكن الفواكه، اي نوع من انواع الفواكه بكميه معقوله. فهني في اللي هو الرمان مع الاناناس، يمكن انت ورود اول حلقه قلتي ان شكل البرزنتيشن وايد طريقه التقديم بالضبط، طريقه التقديم برزنتيشن الاكل هو 50% من يعني من قبول الاكل وانك تحبه. صحيح. فممكن الانسان ياكل كل الاكل الصحي ويعتمد على البرزنتيشن حتى للابناء في البيت. فانت حتى لو حطيتي رمان كذي بروحه وحطيتي اناناس يمكن ما راح يشوق حق الا لما انت تسوين مثلا خلطه معينه. فهذه فكره اللي هو البيريز، ايضا تعتبر من الفراوله والبيريز من الفواكه القليله بالسعرات الحراريه، تكلمت عنها وايد من قبل. انه ممكن الواحد ياخذها طلبه الحين المدارس والجامعات. صحيح. ممكن بدل ما انتم تحطون لكم تشيبس ولا هذا، حطوا لكم اي نوع من الفواكه فيها مضادات اكسده عاليه. بالضبط. التوت الازرق يعتبر من اكثر الفواكه فيها مضادات اكسده. الايدامامي او فول الصويا هم الحين هابين فيه وايد. صحيح. الشباب يحبونه، يعتبر جدا صحي وايضا خيار ممتاز لوجبات خفيفه كسناك. يعني كسناك بالضبط. فايضا هم في بدال الشيبسات. يمكن هني انا جايبه يبين معانا بالكاميرا. أي واضح. اللي هو الشيبس، لكن الشيبس مختلف، ما هو الشيبس اللي احنا متعودين عليه. فهذا نوع شيبس عباره عن خضروات، لو تشوفين يمكن الناس يستغربون، لكن فيها باميه وفيها بيديان وفيها جزر. بالضبط. فيها بطاطا حلوه، لكنها مقصصه بطريقه ومخبوزه، ما هي مقليه، مخبوزه. وطعمها يعتبر مقبول، ما هو نفس طعم الشيبس اللي احنا متعودين عليه. لكن يعتبر اختيار موفق. ايضا في هني شيبس الفواكه، هم فكره وايد حبيتها. لو تشوفون هني هذه تفاحه، لكنها مسوينها ومقصصينها على طريقه شيبس، ونفس الشيء كرنشي، فالواحد ممكن يستمتع فيها. بس ملحوظه صغيره ان الواحد لازم يقرا الملصق الغذائي على هذه الاختيارات، لانه قد يكون في اضافات دهون واضافات مصنعه مواد بالضبط، تصير حالها حال الشيبس العادي. الكاكاو الداكن ايضا، يمكن الفقره اللي طافت تكلمت عنه عن فوائده بشكل كبير. نعم. لكن نص، انا اقول دائما اقول حق المراجعين، هذا البار الصغير تقريبا تكسرونه بالنص، عباره عن 15 جرام، وزنها تقريبا 30 حق اليوم. ممتاز. حق اليوم واحد اللي هو نص الكميه هذه. تعتبر وجبه خفيفه جدا ممتازه مع قهوه او مع شاي، هم مصدر اخر من مضادات الاكسده. ايضا هذا الطبق شفت انه وايد الناس، ما ادري اذا يبين بالكاميرا، وايد ناس هم يستمتعون فيه، اللي هو الفيجيتابل ستيكس او السلري او ان الجزر او السلري او الفلفل الالوان او الخيار، اللي هو الخضار اللي تتقصص بالشكل هذا. وفي نوعين من الدب، يا ان دب ممكن يكون زبده الفول السوداني، ايضا تكون خاليه من الزيوت المهدرجه، او ممكن لبنه مع شويه ليمون وزعتر، هم ممكن الواحد يغمس فيه وياخذ. اختيار ايضا جدا ممتاز كبديل لي بدال المايو والامور هذه اللي فيها املاح كثيره وغيرها. اكيد بالضبط. اخر شيء عنده كوكي. اللي هو بالضبط اللي يسمونه الرايس كيك. فلو تشوفين ندهنه بلبنه او نحط معاه هم نفس الشيء زبده الفول السوداني. الرايس كيك الوحده، يعني هذه الكميه الصغيره، هي جدا يعني حتى خفيفه وترفه. فيها تقريبا 20 سعره حراريه. حلو. فلو الواحد ياكل ثنتين منها ثلاثه منها يا دوب يطيب. يغطيها بلبنه او بالضبط. ممكن لبنه او ممكن زبده فول سوداني. سعراتها شوي اعلى، لكن ايضا يعتبر بديل جدا ممتاز للوجبات الخفيفه اللي احنا ناخذها. ومثل ما ذكرت ورود، الوجبات الخفيفه قد تكون هي السبب الرئيسي للسمنه اكثر من الوجبات الرئيسيه، اكثر من الغداء والريوق. نعم. والعشاء. نعم. لان كميتها صغيره لكن سعراتها الحراريه جدا. نعم. عاليه. في صورتين موجودين على الهواء الحين نشوفهم ونبي تعليقك، يعني اعتقد انت اللي طالبه هالصورتين. بالضبط. الصورتين. نعم. هذه انا اخذتهم من الانستغرام. نعم. من موقع احد جدا ناشط. كان نازل تقريبا فوق ال 50 كيلو اتباع الدايت ماله. وانا اشوفه للامانه جدا محفز. فاذا الواحد كان مسوي
فلو حق هذا النوع من الاكونتات. لو تشوفين حتى بالصوره بالهني في صورتين مصور الساعه مالته اللي ذكرت لك اللي حابين فيها الحين، فالساعه تلاقينه يتمرن ويشوف ايش كثر سعرات حراريه حرق وايش كثر وعدد الخطوات وغيرها. واعرف انا زميل معاي بالدوام هذا هني لو تشوفين هم حاط عدد الخطوات تقريبا يمكن فوق ال 10,000 او عفوا فوق ال 1012 كالوري تقريبا حارق حق 10 كيلومتر مشي. وعندي زميل معاي في الدوام طبيب ورود هم قاعد يحاول ينزل وزنه، فهو اللي كان قاعد يقول لي انه من الاشياء اللي قامت تحفزه وتشجع انه هو ينزل وزنه اللي هو الاكونت اللي انا حطيته هنا. طبعا في اكونتات كثيره بالانستغرام لكن هذا مثال اللي قال لي عنه زميلي، انه يقول لما ادش الانستغرام اشوف كم مشى ولا يعني اليوم حرق 1000 سعره بالخطوات خل اقوم اقعد بالقاري واقعد احرق انا بعد. بالضبط. فانتم شوفوا شنو الحافز حقكم، هل هو اكونت بالانستغرام، هل هو ساعه انتم تلبسونها، هل هو قياس نفنوف مثلا بالنسبه حق البنات، شنو الشيء الحافز هو اللي تمسكوا فيه وعيشوا حلمكم هذا ان شاء الله لين توصلون في موضوع تحرير نفسكم من السمنه. طبعا نشكرك الاستاذه سميه الابراهيم، نورتينا كالعاده وشكرا على معلوماتك المفيده وهذا البرزنتيشن الجميل وعساك على القوه. حياك الله. مشاهدينا الاعزاء وصلنا لختام حلقه اليوم من صباح الخير يا كويت، صباحكم يا رب يكون كله خير وورد وتفاؤل وامل، نلقاكم ونلقونكم باكر زملائنا الاعزاء في حلقه جديده، واستمتعوا ببقيه برامج تلفزيون دوله الكويت والى اللقاء.